السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء صباح الجمال كجمال وجوهكم أحبتي الكرام. موضوع مهم وجميل لمحبي التحف وعشاق التحف. أحب أن أشير أن هذه التحف التي سوف تشاهدونها بالفيديو للبيع سوف تجدون المعلومات بصندوق الوصف لمن يرغب الشراء، ما عليه إلا الاتصال. تعريف بسيط جدا بالتراث. التراث هو مخلفات الأجيال السابقة في مختلف الميادين الفكرية والأدبية والتاريخية والأثرية والمعمارية، ويعتبر المغرب من أكثر الدول محافظة على تراثها الوطني والعالمي. أما المتحف فهو مقر دائم من أجل خدمة المجتمع وتطويره، مفتوح للعامة، ويقوم بجمع وحفظ وبحث وتواصل وعرض التراث الإنساني وتطوره لأغراض التعليم والدراسة والترفيه، كما عرفه المجلس العالمي للمتاحف. وهناك عشرات الآلاف من المتاحف في جميع أنحاء العالم تهتم بجميع أشياء ذات قيمة علمية وفنية أو ذات أهمية تاريخية، وجعلها متاحة للجمهور من خلال المعارض التي تكون دائمة أو مؤقتة. والمتحف عرفته الموسوعة العربية بأنه دار لحفظ الآثار القديمة والتحف النادرة والروائع المنحوتات واللوحات الفنية وكل ما يتصل بالتراث الحضاري. وقد يضم المتحف أعمال علمية أو أعمال فنية ومعلومات عن التاريخ. تحياتي لكم محملة بالسلام والحب والنور والبركات والبهجة والنور وكل شيء جميل في هذه الحياة.